كيف هو دار حدا شابه شغل دار عفسه شابه باسكو باش يشوف الطاكتيك تاعنا اصلا حنا اصلا كي شفنا الماتش عند واحد طوغو واحد كان يدير تما لايف شفنا الماتش الله يبارك ان كنا كان عندنا مستوى ديروا تكتيكات وهو بالماضي دار عفسه شابه باسكو باش يشوفوش الطاكتيكات تاعنا وما داك يلعبوا لنا شغل الكونتر اتاك هكا شايف الحمد لله خو ربحنا 3-0 بن سبعين يلعب بين لنا بن سبعين الله يحفظه وان شاء الله في كوت ديفوار نديروا حتى شاب الله يحفظه بصح ماشي الله يحفظه اسم الله يحفظه الجزائريين راك شايف في سافر الجزائريين دوك يشوفونا هما ثاني. مباراة كانت تحضيرية مباراة ودية بالماضي مانيش عارف علاش ما قامش ببث هذه المباراة لأنها طبعا صحيح أنه راهو يحضر وكذا ويعني عنده أمورات يخفيهم قبل خوض الغمار في كأس أمم إفريقيا ولكن هذا الشيء يعني ما عندوش يعني تأثير كثير يعني على المنتخب الوطني كان قادر يعني يبث يعني يدير يقوم بعملية البث عادي نورمال. شفنا منتخبات كبيرة في أوروبا لما تكون عندها زعما كؤوس مثل كأس أوروبا أو كأس العالم يعني يحضروا بصفة عادية عادي يديروا البث تاعهم وعادي نورمال. بالماضي فضل انه يحتفظ بالمباراه احنا ما شفناهاش كجزائريين. قلت لك يعني لعبه كره القدم ما يشعلهم دقيقه يعني حتى وان شاهدنا البث او الخصم شاهد البث يعني بامكانك الفوز وبامكانك الخساره يعني هذه لا تسمن ولا تغني من جوع سواء بثيت البث المباراه او لم تبثها يعني عادي عادي عادي. شفنا الناس بزاف شفنا منتخبات كثير يعني قلت لك يبثوا المباراة عادي تحضيرية عادي نورمال ماشي. انا مع قرار تاع بالماضي شغل قرار تاع بالماضي راهو انا عندي يا لا انا شغل لافي ديالي يا صائب علاش باش المنافسين ما يقراوش الخطة ديالو والتشكيلة اللي حيدخل بها بصح هكذاك كيما دخلوا ماذا كيما خلاوش الصحافة تدخل هكذاك و انصار تاع طوغو كان يداروا لي باج على المباشر